أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الإنسان إذا قام بشيء من أعمال الردة وهو لا يشعر أو جاهلا بذلك هل يكون بذلك مرتدا؟ لا يشعر، يعني ما عنده شعور ما يرتد. الذي قال اللهم أنت ربي وأنا اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، لم يؤاخذه الله عز وجل. إذا كان ما يشعر أو غضبان غضب أزال شعوره أو نايم أو سكران ما عنده شعور، هذا ما يحكم عليه بالردة. نعم، لأنه لم يقصد هذا الشيء ولم ينوه. نعم.